هنبدا النهارده نتكلم على الموضوع الاخير بتاعنا في سي ان اس اللي هو هنتكلم على الابيليبسي او دراج ثيرابي اوف ابيليبسي. طبعا في البدايه لازم نتكلم كده ان شورت نوتس عن تاثيرات الابيليبسي. مش هنخش في تفاصيل، مش هتبقى حاجه ممكن تيجي في امتحان، ولكن لازم نبقى عارفين الانواع لسبب ان احنا بعد شويه واحنا بنختار الادويه لازم نشخص الاول صح، لان انت لو شخصت غلط واديت دواء غلط هتعمل مشكله للعيان مش هتخفف. عشان كده احنا بنقسم الابيليبسي الى هما تقريبا بيبقى نوعين، وفي النوع الثالث ده اللي هو بيبقى ايمرجنسي وده لازم يخش المستشفى. ففي عندنا حاجه اسمها بارشل، وفي عندي حاجه اسمها جنرالايزد. زي ما قلت في نوع ثالث ده بقى ايمرجنسي وده اسمه ستاتس ايبيليبتيكس، وهقول بيبقى شكله ايه. بالنسبه للبارشل في منه انواع، يعني في اللي هو البارشل سيمبل وفي البارشل كومبلكس. هو عباره عن السيمبل ده بيبقى حاجه واحده، يعني بيبقى مثلا مع العيان مثلا تنميل في ايديه، هو كده بيحس بنمبنس في ايديه. ممكن مع العيان يبقى مثلا في حركه في جزء واحد من المصل، ما تبقاش واخد كل جسمه يعني. فدي اسمها بارشل سيمبل. في حاجه معاها بنسميها بقى سايكوموتور، يبقى معاها كمان نوع من الكونفيوجن، نوع كده من ان هو توهان شويه، وده اللي هو اسمه السايكو موتور ايبيليبسي او بارشل تايب. احنا حريصين ان احنا ان في حاجه اسمها بارشل، لان البارشل ليه علاج غير جنرالايزد خالص. طبعا فكره ان هو ان العيان او يحس بتنميل في ايده تروح، يعني عشان ما حدش بس يتخض ويتخيل ان ده اللي بيحصل له، لا دي شروط طبعا والاتاك معينه وليها ديوريشن، كل ده احنا بنحاول على قد ما نقدر نشخصه صح طبعا. طيب بالنسبه للجنرالايز، اشهر حاجه في الجنرالايز احنا في عندنا اللي هو في النوع المشهور قوي اللي هو اسمه تونيك كلونيك، وده تقريبا هو النوع اللي انتوا بتشوفوه في الافلام، اسمه تونيك كلونيك. العيان بيحصل له ايه؟ العيان بيبدا جسمه كله يتخشب، كل جسمه، وبعدين يبدا يعيح حاجه اللي هي يتنفض بعد كده. فدي بتبدا نمره واحد لوس اوف كونشسنس، نمره اثنين جسمه كله يتخشب، وبعدين تبقى فولود باي ان هو جسمه كل عضلاته تتنفض. دي اللي هي الكرونيك تايب من الكونتراكشن. الاتاك دي تقعد قد ايه؟ تروح بين دقيقة دقيقة ونص، وبعدين يخش العيان في حاجة اسمها اللي هي البوست اكتال فيز، بيبقى العيان تقريبا مش دريان باللي حواليه خالص. دي اسمها تونيك كلونيك، ودي الشكل اللي معظمنا بنشوفه في الافلام. في نوع تاني من الجنرالايز اللي هو بنسميه ابسنس، والابسنس ده ساعات بيسموه بيتي مال، اسمه الثاني بيتي مال، لان الاولاني اللي هو التونيك كلونيك بيسموه جرام مال، ده بيسموه بيتي مال. هو ليه اتسمى ابسنس؟ لان ما فيهوش كونفانشن. ده غالبا بيجي في الاطفال الصغيرين، وده بيبدا برضه بلوس اوف كونشسنس، والعيان يغيب عن الوعي خالص لمده مثلا تتراوح من 4 ثواني 5 ثواني. ده بنشوفه اكتر في الاطفال الصغيرين، طبعا ممكن جدا لو واقف لو قاعد يقع اي حاجه، ولكن مفيش فيه كونفالشن، مجرد ثواني العيان بيفقد الوعي. ده بيتشخص طبعا لو في مدرسه ولا طفل صغير، بيتشخص من مدرس صاحي ان هو كده بيلاقي الطفل ده في وقت مش معاه خالص، فقد الوعي خالص وبعدين يرجع يفوق. الاتاك دي ممكن تحصل كم مره في اليوم؟ لا بتحصل، ممكن تحصل كتير قوي في المريض. في نوع ثالث اللي هو بنسميه
المايوكلونيك. والمايوكلونيك ده الى حد ما بيبقى زي كده حاجه سيمتريكال على الناحيتين، ويبدا العيان برضو يبقى في زي تقريبا كلونيك كونفالجن في الناحيتين، بس بيتحط مع جنرالايز تايب لان ممكن برضو يبقى فيه شويه لوس اوف كونشسنس. هما دول اكتر حاجه انواع هنتكلم عليهم. احنا بالنسبه لي هيبقى عندي حاجه اسمها بارشل، ده هيبقى تايب مش هتفرق معاكم انتوا ايه نوع البارشل. هيبقى عندي في حاجه اسمها تونيك كلونيك، واحنا بنقسم الادويه ده ليه ادويه، في الابسنس ليه ادويه، والمايوكلونيك ليه ادويه. فاضل النوع الاخير اللي هو اسمه ستاتس ابيليبتيكس. ده عباره عن ايه؟ انا قلت قبل كده ان غالبا لو الاتاك بتيجي تقعد دقيقه دقيقه ونص، وبعدين يخش العيان في فتره زي ريست كده، يقعد فتره وقت طويل مفيش فيه اي حركه خالص. هنا الستاتس عباره عن ايه؟ لا ستاتس مش كده، كده ورا بعض مش مستكتر. هي دي ايه خطورتها بقى؟ الاسبايرات المصري، عشان كده دي ايمرجنسي ولازم العيان يتنقل المستشفى، وبيبدا العلاج بتاعه طبعا بيبقى اي في على طول. دي اسمها ستاتس ابيليبتيكس. طيب يبقى باختصار احنا لما نيجي نعالج، هعالج بارشال تايب، هعالج التونيك كلونيك تايب، هعالج الابسنس، هعالج المايكلونيك، وفي الاخر هقول هعمل ايه في الستاتس ابيليبتيكس. اول حاجه يعني نعرف فكره بسيطه عن هو ازاي كل او معظم الانتي ابيليبتكس بتشتغل، ايه الميكانيزم بتاع الانتي ابيليبتكس؟ تفتكروا هتشتغل ازاي؟ انهيبيتوري ولا ستيمولاتوري؟ انهيبيتوري اكيد. انهيبيتوري هو الابيليبسي بيبقى نوع من الاستيمولاتوري ستيمولاشن. فهي هيبقى عندي معظم الادويه هتشتغل على ايه؟ لاما هتشتغل على صوديوم شانل. تفتكروا تعمل ايه في الصوديوم شانل؟ تقفل ولا تفتح؟ لازم تقفل طبعا. هتشتغل على نوع من الشانل بنسميها تي تايب كالسيوم شانل، ودي موجوده في الثالاموس، ودي برضه هتقفل التي تايب كالسيوم شانل. او ممكن تشتغل على ايه؟ على الجابا. هتزود ولا تقلل الجابا؟ هتزود الجابا. خلينا فاكرين ان واحد من الانزيم اللي بيكسر الجابا اسمه ترانس امينيز، ده واحد من الانزيم اللي هو بيحول الجابا لحاجه تانية وبالتالي بيقلل الجابا ليفل. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى ليها دور، ايه رايكم في الجلوتاميت؟ الجلوتاميت ده اكسايتاتوري، وغالبا احنا سمعنا قبل كده بيشتغل على ايه؟ اللي هو ال ام دي اي ريسبتور، ده اللي هو الاكسايتاتوري ريسبتور بتاع الجلوتاميت. غالبا دي كده معظم الادويه اللي هتشتغل معانا في الابيليبسي. تعال نحط الأدوية بتاعتنا بتشتغل فيه. نمرة واحد، في عندي حاجات بتقفل الصوديوم شانل. مين اللي بيقفل الصوديوم شانل؟ الميجور دراجز اللي هم دول اللي هم اللي بنسميهم الفيرست جنريشن، دول أشهر أدوية وأول أدوية طلعوا. هيبقى عندي فيه سمعناه قبل كده على فكرة فينيتويل، ها سمعنا كاربامازيبين، سمعنا عن حاجه اسمها لاموتريجين، كل ده سمعناه مش جديد علينا. سمعنا عن حاجه اسمها او ده اللي جديد ممكن يبقى شويه اللي هو التوبيراميد. يبقى دول كده بيشتغلوا على الصوديوم شانل. يبقى عندي في الصوديوم شانل، خلي ده تحت عشان يبقى اسهل،
اللي هو two pyramids. يبقى مين هيقفل لي الصوديوم شانل؟ الفينيتايل والكاربازين. سمعنا عنهم فين دول؟ زمان سمعنا عنهم. اللي هم دول انزايم انديوسر. وسمعنا عن الفينيتايل في حته ثانيه. اللي هو سمعنا عنه كانتي اريزميك، كان كلاس 1 بي انتي اريزميك. واللاموتريجين جت سيرته في المحاضرات السي ان اس، قلنا واحد من المود ستابلايزر. توبيراميت يمكن جديد يعني مش مهم قوي، لكن هم دول اهم ثلاثه بيشتغلوا هنا. مين اللي بيشتغل على التي تايب كالسيوم شانل؟ بيجي لي دواء مشهور اسمه ايسو سوكسيمايد. ايسو سوكسيمايد ده بيشتغل على التي تايب كالسيوم شانل. سمعنا عن ادويه بتشتغل على الجابا، خدناهم مع بعض وكنا بنسميهم ايه؟ جابا اجونست ولا جابا انهانسر ولا جابا موديفاير ولا اخدناهم اللي هم الباربيتيوريت والبنزودازيبين، واتفقنا ان هم جابا انهانسر او موديفاير. فدول بيشتغلوا على الجابا حاجه زي البنزودازيبين، حاجه زي الباربيتيوريت. التوبيراميت ممكن برضو بيشتغل مع المجموعة دي، يعني التوبيراميت ممكن يقفل الصوديوم شانل وممكن كمان ان هو يشتغل لي كجابا انهانس. طلعت حاجات بعد كده بقى، يعني من اسمها كده انتوا هتبقوا فاهمين الميكانيزم بتاعها. حاجة اسمها جابا بنتين، تفتكروا ده هيبقى ايه؟ حاجة بتشتغل على جابا اجونست. طلع حاجة اسمها بري جابالين جابا، كل دول بيشتغلوا على الجابا. فخلينا نركز في المين بتاعنا. فاضل دواء، وده بقى اللي هو هنعرف ان هو الكينج بتاعهم او البرود سبيكترم، اللي هو فالبرويت. الفالبرويت ده هو اصلا بعد شوية هنعرف ان هو برود سبيكترم. بيشتغل فين؟ كل الميكانيزمز دي بيشتغل عليها. يعني ايه؟ يعني يقفل صوديوم شانل، يعني يقفل التي تايب كالسيوم شانل، يعني يوقف الترانس امينيز فيحصل ايه في الجابا؟ يزيد. يعني ممكن يقفل لي النمبر ريسبتور. كل حاجه بيشتغل عليها ما بيسيبهاش. يبقى دول يعني دول في الاخر هنقول المين دراجز. يعني احنا مش هنركز في ادويه كتير لان الابيليبسي مليان ادويه، لكن احنا متعودين ان احنا بنركز على الفكره وبعض الامثله، لكن ما اقدرش ادي كل الادويه. يبقى ده كده اول حاجه الميكانيزم. مين اللي بيشتغل على الصوديوم شانل؟ اللي هم الفينيتايل، كاربامازيبين، لاموتريجين. على الاقل تبقوا عارفين دول على الاقل، لان دول مهمين. كويس. مين اللي بيشتغل على التي تايب؟ الايثوسوكسيمايد ده بيشتغل على التي تايب كالسيوم شانل وبيقفلها. مين اللي بيشتغل على الجابا؟ في حاجه اسمها جابا موديوليتور او جابا انهانسر، اللي هم خدناهم في السيتيف هيبنوتيك، اللي هم البنزودازيبين والباربيتيوليت. فاضل البرود سبيكترم اللي بيشتغل على كل حاجه، اللي هو الفالبرويت، وده بيقفل صوديوم، يوقف ترانس امينيز، يوقف تي تايب كالسيوم شانل، يوقف ال ان ام دي اي، كل حاجه بيعملها. علشان كده هنعرف بعد شويه ان هو بيستعمل في كل انواع الابيليبسي. ده كده يعني كفايه عن الميكانيزم. مكتوب عندنا كتير قوي وكل واحد من ديتيلز، فاحنا لو عرفنا دول هيبقى كفايه قوي يعني. مش عايز اكتر من كده عشان الاسامي ما تكترش. لكن في البريجابالين وفي الجابا بنتين، في كلام كتير لسه على الكلام ده، لكن كفايه نبقى عارفين دول. وزي ما قلت لازم تبقى عارفين فينيتايل، كاربامازيبين، لاموتريجين. لازم تبقى عارف فالبرويت، تبقى عارف ايسوسوكسيمايد. دول اللي هم الخمسه الكبار لازم تبقى عارف دول. اوكي، ده كده بالنسبه للميكانيزم.
هنخش على ودي حاجة مهمة ازاي تختار الانتي ايبيليبتيك. تعالوا بقى نركز فيها شوية علشان برضو مكتوبة عندنا في النوتس بتاعتنا، فانا حاول اقدمها لكم بطريقة ابسط شوية وحنلتزم بيها علشان ما ايه ما نحفظش كتير. لما بنيجي نقسم ال types of epilepsy، اول حاجة هقسمهم الى ال partial مع التونيك كلونيك. دول بيتعاملوا معاملة واحدة. يعني ايه معاملة واحدة؟ ها يعني الدواء هينفع في الاثنين. في نوع اللي هو اسمه ابسنس، اتفقنا عليه، ده اللي هو البيتي مال او اللي هو بيجي في الاطفال الصغيرين ويبقى مفيش معاه اي كونفرجن. وفي اللي هو المايو كلونيك. تعالوا نوزع الادويه بتاعتنا اللي هي بنسميها البرايمري ثيرابي، لان انا عندي في التريتمنت بتاع الابيليبسي ادويه كتيره قوي نزلت بس بنسميها اد اون. يعني ايه اد اون؟ يعني بديها مع الاوريجينال دراج، لكن اللي انا هوزعهم دول ممكن يستعملوا كمونوثيرابي، لكن اي حاجه ثانيه في كتير قوي نزل الماركت في الانتي ايبيليبتيك لكن بيبقوا اد اون. احنا اتفقنا، احنا حفظنا كام اسم؟ قلت لكم تركزوا على كام اسم، ها نقولهم مع بعض. فينيتوين، كارمامازيبين، لاموتريجين، فالبرويت، ايسوسوكسيمايد، صح؟ تعالوا نوزع. واي دواء تاني هيمشي مع اللي انا هقوله دلوقتي. عندك في البارشال والتونيك كلونيك والابسنس والمايكلونيك، كل دول تحط لي دواء واحد. فاكرينه اللي هو قلنا ايه؟ اشتغل على كله. يبقى ده مين؟ ده اللي هو الفالبرويد. طبعا الفالبرويد ده ساعات بنسميه فالبرويك اسيد، هو هو ده سولت وده اسيد. يبقى الفالبرويد ينفع في مين؟ فالبرويد بيشتغل على كل الميكانيزم، فالبرويد ينفع في كل الانواع. وده بيديله ميزه. ايه الميزه اللي هيديها له؟ لو جالك عيان عنده ايه؟ عنده حاجتين من دول في الحاله دي ممكن ادي الفالبرويد. او مش عارف اشخصه. طب هادي هنا ممكن استعمل مين؟ بص عشان نحفظها، اكتب اي دواء، اي دواء ما عدا ايثوسوكسيمايد ما عدا كلونا زيبان. حد يقول لي؟ ها خلينا في الكبار. كلونازيبام ده اللي هو ايه؟ ده واحد من البنزوديازيبين، كلونازيبام. طيب وهقول في الاخر هو دوره ايه في الابيليبسي، لان احنا عرفنا البنزوديازيبين مشاكلها الكتيره قوي. يعني ايه حط اي حاجه الا دول؟ ها قولوا اللي احنا الاسامي اللي احنا متفقين عليها. ها ينفع احط فينيتوين؟ ينفع. ينفع احط كاربامازيبين؟ ينفع احط اللي هو الفالب المستقبل محطوط لاموتريجين؟ حط اللي انت عايزه، بس ما تحطش مين؟ ولا ايثوسوكسيمايد ولا كلونازيبان. طب دول اوديهم فين؟ ببساطه خدهم هنا. يعني ايه؟ ها يبقى في الابسنس تدي مين؟ ايثوسوكسيمايد وممكن الكلونازيبان. يبقى انا ده اوعى تختار ولا ايثوسوكسيمايد ولا كلونازيبان.
تاخدهم توديهم فين؟ خدهم وديهم في الابسنس سيزم. يبقى الابسنس مع مين؟ اول واحد ده مين؟ فالفرويد ده ماشي على الكل. ممكن تدي إيسوسوكسامايد، ممكن تدي كلونازيبام، عايزين نزود ممكن كمان اللاموتريجين. يبقى انا خدت الإيسوسوكسامايد حطيته هنا، خدت الكلونازيبام حطيته هنا اهو، وكمان ممكن احط اللاموتريجين. بس تعالوا كده نفتكر في الكلونازيبام. احنا متفقين ان الابسنس بيجي في مين؟ واحنا عارفين ان كل مجموعه البنزودازيبين ايه علاقتها؟ بتعمل سيديشن ولا لا؟ ايه مشكله احنا عايز نعرف ده، ان في مشكله في السيديشن. مشكلتها ايه؟ الكوجنيشن والاويرنس، كل ده هيبقى مشكله. يبقى انت عندك طفل صغير وجاي لك عنده ايبيليبسي وقررت تختار كلونازيبام، ده هيبقى اختيار فيرست تشويس ليك. ليه؟ عشان الكوجنيشن، عشان الديبندنت مشاكله كتيره قوي، وبالتالي ده بيبقى ايه؟ السكند او اللاست تشويس. ماشي. المايوكلونيك ممكن برضو تختار له مين؟ ممكن تختار له كلونازيبام، ممكن ازود هنا لو حبينا بزود التوبيراميد. يبقى في المايوكلونيك ها ده لا، ده طبعا هنا لا. ممكن تدي مين في المايوكلونيك؟ اول واحد ثابت معانا على الكل اللي هو الفالبرويت، ده اي نوع يمشي. ممكن تدي معاه كلونازيبام، نفس المنطق. هنا الكلونازيبام برضو مفضل ولا مش مفضل؟ عشان مشاكل الكوجنيشن والسيديشن والديبندنس اللي ممكن يعملها. وممكن تاخد التوبيراميد في المايوكلونيك. ده فيري سيمبل ها؟ يعني هو زي اللي في الكتاب عندنا، بس ده بطريقه ابسط شويه عشان ما تتوهش. يبقى لما اقول بارشال وتونيك كلونيك ها، ادي اي حاجه الا الإيسوسوكسامايد والكلونازيبام. هتاخد الاثنين دول بترتيبهم ها، توديهم فين؟ في الابسنس. كويس. هتاخد تاني واحد تمشيه كمان لفين؟ للمايوكلون. وبعدين ممكن تزود اللي هو اللاموتريجين وتزود التوبيراميد. لو انا بقول لحد بقى مثلا، طب ايه رايك في الجابا بنتين؟ ايه رايك بقى في البري جابالين؟ ايه رايك في الحاجات دي كلها ها؟ دي كلها ايه؟ اد اون. لكن احنا بنتكلم مني على اللي هو ممكن ينفع يبقى مونوثيرابي. يعني هم الخمسه هم بتوع مونوثيرابي اللي هم الفينيتوين والكاربامازيبين والفالبرويت والإيسوسوكسامايد واللاموتريجين، هم دول الخمسه الكبار اللي عندنا في الانتي ايبيليبتيك. هقول بس احنا اتعودنا على حاجه من قبل الفارماكولوجي، وفي بعد ما هخلص الفارماكولوجي هقول لك ازاي تعالجي ايه الإيبيليبسي. يعني بناء على كده هقول، بس خلينا واحد نمشي واحده واحده زي ما احنا متعودين مع بعض. بارشل حاجه من الاثنين، يا اما العيان يجي لك بس بارشل سنسوري او موتور، يعني رفه في ايد، تنميل في ايد ده كده بس، او بيجي بحاجه كده ومعاها نوع من الكونفيوجن اللي هو العيان يبقى مش فاقد الوعي، ولكن عارفه لما يبقى حد كده في نوع من السرحان، سرحان كده، فده بيبقى نوع من الكونفيوجن، وفي كده زي نوع من الهلاوس شويه، فده بيبقى اسمه اللي هو. طبعا حد هيقول لي طب الهلاوس دي افرقها ازاي عن السايكوزيس؟ في فرق. ده ايبيليبسي الاتاك دي ليها ديوريشن، لكن التاني طبعا بيبقى طول الوقت عنده المشكله. دكتور في ال كده عرفنا ها سهله كده. طيب عشان نخلص الجزء ده خلينا حد فاهم
فاكر other uses للانتي ايبيليبتيك؟ other uses احنا كنا بنستخدمه ك المروح. احنا قلنا الفيليتوين فاكرينه؟ ها انتي كان كلاس 1 بي انتي اريزميك. طيب فاكرين المود ستابلايزر كانوا مين؟ لاموتريجين والكاربامازيبين والفالبرويت. دول كانوا مود دول مود ستابلايزر ودول احنا خدناهم وعارفين ان هم بيستعملوا بدل الليثيوم. لو الليثيوم ما نفعش كنت بستعمله. طيب ايه تاني؟ الحاجه اللي ممكن تبقى جديده شويه سمعنا عنهم ممكن في الميجرين، لان الميجرين بيبقى فيه ريليس اوف ميدييتور، فانا ممكن ببقى عايز اوقف الريليس اوف ميدييتور. ممكن ناخد الفالبروويت يعني عشان ما نبقاش التاني، مش لازم التوبيراميد، كفايه الفالبروويت ممكن استعمله في الميجرين. طبعا الموضه بتاعته بقى موضه اللي هي في ايه؟ بيستعمل في الهربيتيك نيورايتس، بيستعمل في البريفرال نيوروباسي. وطبعا كان في دواء موجود في السوق كان مكتسح، قعد سنين مكتسح، اول ما نزل اللي هو حاجه زي مجموعه هي الليريكا والبريجابالين والمجموعه دي. المجموعه دي تقريبا اتباع منها فوق الخيال وكانت رهيبه في كل الناس اللي عندهم بريفرال نيوروباسي. حاليا بقى لنا سنه نزل عليها كده كويشن مارك ونزل عليها بريكوشن انها ممكن يكون ليها دور انها بتزود الديمنشا شويه في الناس الكبار. المفروض ان احنا نقلل شويه من استعمالها، فالاستعمال بيزيد ما فيش فيه مشكله. يعني دي مشكله لكن طلعت عليه بريكوشن قويه قوي، طلع عليه كويشن مارك عالي قوي ان ممكن يكون بيأثر على الناس الكبار في السن ويعمل ديمنشا. ناس كثيره قوي اندفعت في كتابه الليريكا والحاجات دي في البريفرال نيوروباسي، لكن عليه كويشن مارك بالنسبه للديمنشا. ممكن يعني يأثر على الكوجنيشن في الناس الكبار بالذات. يبقى باختصار خلينا نعرف المود ستابلايزر خدناهم قبل كده، خلينا نعرف الانتي اريزميك. عايز تستعمل في البريفرال نيوروباسي في دواء تاني الكاربامازيبين تجريتول، ده من الادويه المشهوره قوي وده من الحاجات الظريف قوي لما تيجي تكتبها العيان ويروح يصرفها من صيدليه. انت كاتب تجريتول، تجريتول ده هو الكاربامازيبين، والكاربامازيبين ده الميجور انديكيشن بتاعه ايه؟ ابيليبسي. فانت لما تبقى كاتبه للعيان فممكن الصيدلي يقول له ايه؟ هو انت عندك ايه؟ وانت عندك صرع؟ لا، في فرق كبير قوي بين الاثنين في الدوز على الاقل. في الابيليبسي دوز وفي البريفرال نيوروباسي دوز ثاني. فده برضه عشان لو شفتوا حاجه زي تجريتول، لو شفت حاجه على فكره الليريكا والحاجات دي غالبا هتخش جدول لانها بقت من الادويه. ده جابا على فكره يا جماعه، متخيلين ما اقول جابا؟ جابا. واحنا اتفقنا ان الالكول ايه؟ جابا. فهو بالظبط بقى ده من الحاجات اللي بتتاخد وبتتضرب في الادمان. فدي برضو من الحاجات اللي بقت موجوده ومشهوره قوي في مصر. ده كده بالنسبه لليوسز بتاعه الادويه. في حد عنده اي استفسار قبل ما اخش بقى في الادفرس افكت؟ ها بيبقى غالبا بيبقى باي لاترال سيمتريكال في الناحيتين وفي شويه لوس اوف كونشسنس بس بالناحيتين. البارشال ممكن يجي عضله، ده اسمه بارشال ما فيهوش لوس اوف كونشسنس. اوكي ها بص بقى، عايز تعالج الستاتس بتبدا مع العيان باي حاجه. اول حاجه ببداها بيه ممكن ابدا بالفاليوم اللي هو الدايازيبام، ممكن اخش على الميدازولام. انا كده بستعمل مين؟ بستعمل بنزودازيبين، ما نفعش. ممكن بندي اللي هو الفيليتوين، وحاليا دلوقتي طلعوا بريبريشن انجكشن فور اللي هو الفوسفونيتوين، ده علشان الستاتس مش نافع، العامل الاتاك ما بتقفش، ممكن اخش اديله جنرال انستيك مش نافع، ممكن اخش اديله مصر ريلاكسن. يعني الستاتس ات از ان ايمرجنسي كونديشن، فيتال ايمرجنسي كونديشن، لازم تتوقف. فبنمشي فيها في كل الطرق ان انا اوقف الستيتس من بدايه من الدازيبام والكلونازيبام والميدازولام،
ممكن اخش على الفينيتوين والفوسفينيتوين، ممكن اخش على بعد كده الجنرال انستيزيا، اب تو ان في بعض الحالات ممكن تخش على اللي هو المصل ريلاكس، رغم ان هو ما بيشتغلش سنتر، بس انت عايز توقف ايه؟ عايز توقف الكونتراكشن. فيعني الستيتس از ايمرجنسي فيتال كونديشن. ها في اي سؤال قبل ما نخش بقى على الادفيرس افكت؟ دكتور هو في فرق بين مصطلحات ايبيليبسي وكونفولجن وفيكس؟ في فروق بعد المحاضره. دكتور اللي هي بص ايبيليبسي از ا ديزيز، كونفولجن از ا سيمبتوم. فمش كل الإبيليبسي ها كونفرجن، وكونفرجن مش لازم الان عنده مرض، يعني ممكن يكون جاي من دواء تي سي اي عمل له كونفرجن، اخذ كوكين عمل له كونفرجن فراح مره وراحت. لكن اما تقول إبيليبسي از ا ديزيز، إبيليبسي ريكارنت اتاك من الإبيليبسي اللي هي ممكن تبقى في اشكال مختلفه. والفيتس الفيت هي الوحدة بتاعت الفيت اسمها الفيت. ها دكتور هو في ال لا ما هقول بعد شوية. طيب في أي سؤال كده في البتاع؟ نخش على آخر حاجة في الفارماكولوجي وبعدين نتكلم على الجنرال أوتلاين. الجنرال أوتلاين فيها كلام مهم قوي. هنتكلم على الأدفيرس إفكت بتوع الأربعة الكبار بتوعنا، مش هخش في تفاصيل أكتر، يعني مكتوب عندنا في النوتس على كل واحد مكتوب الأدرس عشان ما يبقاش علينا كلام كتير. خلينا في الميجور اللي هم الأربعة الميجور بتوعنا اللي هم فينيتوين، ويعني عندنا في تيبل في النوتس، عندنا تيبل رائع ما يتلخص عن كده، يعني ما يعني لو حد فيكم حاول يلخصه عن كده هيفشل وما يتعملش فيه اي حاجه تانية. نصيحه اقروا التيبل ده اللي هي صفحه واحده بس، الباقي انا عملها من هوركو على في صوره دياجرام، لكن دي من الحاجات المهمه قوي. كاربامازيبين، فالبرويت، وبعدين في الاسوسوكسامايد، وفي الاخر هقول كلمه صغيره عن لاموتريج. اول حاجه بالنسبه لكل الادويه دي في حاجات كومن فيهم، كل الادويه دي كرونيك ودي بتتاخد اورال. ها بما انهم بيتاخدوا اورال يبقى ها اي حاجه بتتاخد اورال معروفه ان في زي فومتنج، ان في جي اي صح معروف، يبقى هو في نوزيا، في فومتنج، في دايريا، عشان كده بيفضل انك انت تديه قبل بعد الاكل عشان تقلل شويه النوزيا والفومتنج. طبعا ممكن يكون اكترهم محدش عارف مين اكترهم، بس في ناس بتقول ان الفينيتوين، في ناس بتقول لا ممكن الفالبرويت، الله اعلم، لكن هو كلهم هيعمل نوزيا وفومتنج ودايريا. كلهم كيميكال سابستنس ممكن يعملوا هايبر سنسيتيفيتي، ولو حصل هايبر سنسيتيفيتي ايه الحل؟ حصل حساسيه من الدواء خلاص وقف وقف الدواء وادي دواء تاني. كلهم بيشتغلوا فين؟ ها على السي ان اس، كله بيشتغل على السي ان اس، يبقى لازم يبقى له سي ان اس ادفيرس افكت. هو ده دواء استيمولاتوري ولا انهيبيتوري؟ بالعقل اكيد مش وانت بتذاكر وهتكتب ادفيرس افكت هنا هتقول لي كونفولجن، يبقى هتقول انهيبيشن. يعني اقول زي مين؟ دراوزنس واتاكسيا زي مين؟ زي الهيبنوتيك اللي احنا خدناهم. بس في نقطه مهمه حاجه على الفينيتوين واخد بالي دي، اخدها كده دايره ماركر، بيقلل الليرنينج ابيليتي في الاطفال. ايه بقى مشكله دي؟ الفينيتوين كان لحد وقت قريب يعتبر من الفيرست تشويس. اول ادي اول حاجه، في اول حاجه لسه في حاجات تانية خليته يتراجع لكن ما اختفاش، ما ينفعش تخفيه خالص، احيانا ممكن تحتاج. يبقى هو على السي ان اس قلنا دراوزنس
شوية أتاكسيا كونفيوجن يبقى أنا ماشي مش فارقة مين يعني ما تركزش هنا أتاكسيا مكتوبة ولا مش مكتوبة كله زي بعض. لكن الحاجة المهمة اللي وانت بتاخد بالك هي ايه فكرة الليرنينج أبيليتي في الأطفال دي نقطة مهمة لأنها هتفرق معاك في ايه ها في اختيار الدواء وانت بتختاره وبعد شوية هنتكلم على اختيار الدواء. بعد كده هيجي على البلد انت عندك الكومبوننت بتاعت البلد هما ايه ار بي سي ار بي سيز وايت بي سيز بليتلت الايسوسوكسامايد يا جماعه كده خلاص انسوه بقى خلاص خلاص كده هو التلات حاجات دول وكفايه على كده مش هيكمل معانا بقى اللي هيكمل معانا الثلاثه التانيين يبقى انا عندي فينيتوين ار بي سيز كاربامازيبين وايت بي سيز فالبرويت بليت هيعمل ايه الفينيتوين من الادويه اللي بتاثر على الفوليك اسيد هتبدا تقلل الفوليك وهو لما الفوليك اسيد بيقل ها بيحصل ايه ميجالو بلاستيك انيميا الكاربامازيبين هيقلل لي الوايت بي سيز ده اللي هو بنسميه اجرانيولوسايتوزيس البليتلت ناقص حاجه بقى البليتلت يبقى دي مع الفالبرويت يبقى هيعمل ثرومبوسايتوبين يبقى انا همشي معاهم كده ار بي سيز وايت بي سيز بليتلت طيب هاجي على الليفر وناخد بالنا من ايه علاقتهم بالليفر؟ هو ممكن يبقى مش مكتوب عندنا بس احنا متفقين على حاجه ما ينفعش يبقى في حاجه صح واقول عليها غلط. هما تقريبا كلهم ممكن يبقى لهم هيباتوتوكسيست ولكن اكترهم هو الفالبرويت. لو ان هي رغم انها ممكن تبقى رير بس فين الهيباتوتوكسيستي بتاعت البريف ودي غالبا ممكن نشوفها من بدايه استعمال الدواء يعني لو ما حصلتش في الاول غالبا ممكن ما تحصلش بعد كده لكن الفالبرويت اكتر واحد هيباتوتوكسيك لكن لو قلت لي الفينيتوين والكاربامازيبين مش هقدر اقول لك لا لكن لازم تبقى عارف مين اكترهم هو الفالبرويت دول تأثيرهم ايه على الليفر مايكروزومال انزايم احنا قلنا فينيتوين ايه ها والكاربامازيبين يبقى الفالبرويت ايه انهبيتور بس يعني ايه بقى انزايم انديوسر ها دراج انتراكشن دراج انتراكشن ها يعمل ايه في الاكشن بتاع الوارفارين يعمل ايه هيقلل الاكشن بتاع الوارفارين طب الفالبرويت يعمل ايه في الاكشن بتاع الوارفارين هيزود يبقى دي قاعده الفينيتوين ممكن ياثر على الفيتامين دي ازاي ما هو ايه هو انزيم ايه انديوسر فهيكسر الفيتامين دي اكتر ممكن يعمل اللي هي الاوستيو مانيش خد بالك ان انا بخاف كمان من ايه اما نيجي نتكلم بقى في العلاج ما هو ده انديوسر وده انديوسر وده انهبيتور فانت لو ابتديت بدويين مره واحده كده الريسك اوف دراج انتر اكشن هيبقى ايه عالي قوي فده من ضمن الحاجات اللي هناخد بالنا منها بعد كده عندي بقى اللي هي البريجنس ركزوا في اللي انا بقوله ده وبعدين هقول في الاوت لاين اوف تريتمنت هقول اتعامل ازاي مع واحده هما فيهم مين سيف؟ لا هما كلهم ما فيهمش حاجة أقلهم ضرر هو الكاربامازيبين ده الليست لكن الفينيتوين مشهور معاه كليفت ليب كليفت بالت مشهور معاه كونجينيتال هارب انومال يعني تراتوجينيك يعني بيحصل في اول 3 شهور الفالبرويت مشهور معاه حاجه اسمها نيورال تيوب ديفكت
اللي هي سباينا بيفيدا. عشان كده احنا عرفنا اي واحده بتتجوز وبيبقى عايزه تبقى في حمل وكده بتبدا على طول من ساعه ما تتجوز بتاخد الفوليك اسيد، تاخد دوز عاليه من الفوليك اسيد. وعلى فكره الفوليك اسيد يمكن هو بس ومعاه حاجه او اتنين كمان لحد النهارده بيعتبر كاتيجوري A في الحمل، يعني مفيش منه اي قضيه خالص. يبقى الفينيتايل ليفت ليب ليفت بالات، الفالبروويت نيورال تيوب ديفكت او سباينا بيفيدا، عشان كده لازم تدي المريضه اللي هي الفوليك اسيد. بعد كده فاضل حاجه سبيسيفيك لكل واحد، نركز مع الكاربامازيبين. في حاجه مهمه قوي الكاربامازيبين بوتنشيات الانتي دايريتيك هرمون. يعني يحجز ايه في الجسم؟ ميه. لا ووتر. هو ده بالظبط اللي انا مش عايزك تقوله، مش سولت اند ووتر ريتينشن. يعني الووتر ريتينشن يحصل ايه في الصوديوم؟ دايلوشنال هايبوناتريميا. يبقى خد بالك مش سولت اند ووتر ريتينشن، دايلوشنال هايبوناتريميا. دي حاجه كاركترستيك مع الكربونازيد. الفالبروويت معاه حاجتين كاركترستيك، الالوبيشيا اللي ممكن يعملها، بس الاكثر الحاجات اللي بيعملها اللي هو زياده الابيتايت والويت جين، لدرجه ان هو كان بيستعمل في بعض حالات في السايكات اللي ليها علاقه بالانوركسيا. الفالبروويت من الادويه اللي ممكن تزود الويت، يبقى الوبيشيا وويت جين. هقف بقى مع الفينيتون. ايه مشاكل الفينيتوين؟ اول حاجه الفينيتوين ده كان من الادويه اللي ليها حاجه اسمها ساتوريشن كاينيتيك. يعني ايه ساتوريشن كاينيتيك؟ يعني يبدا بفيرست اوردر وبعدين يبقى زيرو اوردر، واحنا متفقين ان الادويه دي بتبقى هايلي توكسيك. اي تغيير في الدوز ممكن العيان يخش مني في توكسيستي، لدرجه ان احنا كنا في الفينيتوين ده بالذات بننبه على المريض نقول له ايه؟ لو انت هتاخد فينيتوين انت تستعمل الفينيتوين بتاع نفس الشركة، ما تجيبش بديل. مهما كانت الشركات هو كله حاطط، هفترض حاطط 200 يونت من الدواء، كله حاطط 200 يونت، بس الاكسيبيانت اللي حاططها ايه؟ مختلفة، وبالتالي الريليز بتاع الدواء مختلف حتى ولو بنسبة وانا بقبلها. يعني في الفارماسيتكس مقبول ان يبقى في فاريشن في الريليس اوف دراج، بنتكلم فيه مثلا 5% 6% مقبول، لكن مش مقبول مع الفينيتوين خالص. عشان كده كنت بقول للعيال لما من فضلك الفينيتوين اللي تستعمله تفضل تستعمل نفس البراند، هو نفس النوع، ما تجيبش بتاع شركه ثانيه. ليه؟ انك لو جبت بتاع شركه ثانيه غالبا هيبقى في فاريابيليتي في الريليس، والريليس ده ممكن يدخلني في توكسيستي منه، وانا عشان ابقى مطمن كل شويه كنت بدل فينيتوين بقعد اقيس السيروم ليفل بتاعي. دي نمره واحد. نمره اثنين، مع الكرونيك يوز اوف فينيتوين يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل كوزماتيك ديستيربنس، بيأثر على وش المريض. يحصل له ايه؟ يحصل له جينجيفال هايبربليجيا. يعني ايه جينجيفال هايبربليجيا؟ يبدا اللثه بتاعته ايه؟ تكبر. وايه يعني لما اللثه تكبر؟ السنان تبعد عنه، السنان تفرق. وعلى فكره من الصور، يعني لو حد فيكم كتب كده فينيتوين سيندروم هيطلع له الصوره دي، انها كاركترستيك مع الفينيتوين. فالعيان يبدا، وده بيؤدي الى تشققات في اللثه، وده بيقوم عامل ايه بعد كده؟ بيعمل انفكشن. عشان كده كنا بننصح المريض طول ما انت بتاخد فينيتوين لازم تعمل ايه؟ جود اورال هايجين. دي نمره واحد. نمره اثنين، ممكن يعمل اكني وهيرشوتيزم. هيرشوتيزم، طب اكني وهيرشوتيزم يعني برضو هيأثر على الشكل. كمان ممكن يعمل يعني
النوز بتاعت العيان بيحصل فيها اللارجمنت. حاجه اسمها كورسنس اوف فيشال فيتشر، يبقى في اكني، في هيرشوتيزم، في مناخيره تكبر شويه تاخد شكل معين كده، وده كله كان بيعمل له الفينيتور. عايز حد يقول لي بقى اما يجي لك طفل صغير ها الفينيتوين هيبقى مشاكله ايه هنا في الطفل الصغير؟ نمره واحد الليرنينج ابيليتي، نمره اثنين الكوزمتيك ديستربنس. طبعا اكيد مهمه في الميل بس اهم برضو اكتر في الفيميل. يعني في الحالات دي صعب انك انت تقرر تدي الفينيتوين. من هنا هو تراجع، بس زي ما قلت ما تشالش، لان احيانا بيبقى في حالات ريزيستنس ممكن الجا لها للفينيتوين. يبقى تعالوا بقى نسمرايز. اول حاجه الاربعه مشتركين في ايه؟ جي اي تي، هايبر سنسيتيفيتي، سي ان اس. قلنا في سي ان اس ايه؟ ها ما نحفظ ايه سي ان اس؟ دراو انهيبيشن. بس ما تنساش مع الفينيتويد الليرنينج ابيليتي. وبعدين على البلاط مشينا كده، ها ار بي سيز، وايت بي سيز، بليتت، ميجالو بلاستيك، أجرانيوسايتوزيس، ثرومبوسايتوبينيا. جينا على الليفر، ليفر توكسيستي، ما تنساش مين أشدهم توكسيستي؟ الفالبروين. ده انديوسر، ده انديوسر، ده انهيب. أوكي؟ سبيسيفيك لل سوري في البريجنسي مين أقلهم تراتوجينيستي؟ هو الكاربامازيبين. طبعاً الفينيتوين ممكن يعمل هارت أنومالي، ممكن يعمل كليفت ليب، كليفت بالت. انما الفالبروويت ممكن يعمل سباينا بيفيدا، عشان كده بندي الفوليك اسيد معاه. وبعدين قلنا بقى سبيسيفيك، ما تنساش في الكاربامازيبين ايه؟ ها ووتر ريتينشن، ووتر انتوكسيكيشن. وكلمه ووتر انتوكسيكيشن هي يعني مش المقصود بيها تسمم ميه، هي ووتر انتوكسيكيشن مقصود بيها هايبوناتريمي. ودي طبعا بتأثر عليها الهيبوناتريميا على كل وظائف الجسم. ما تنساش مع الفالبروويد ايه؟ صلع. اذا كان الفينيتوين بيعمل هيرشوتيزم فالفالبروويد يعمل ايه؟ يعمل الوفيشيا ويعمل ويت جين. مع الفينيتوين لازم تمونيتور، مع الفينيتوين اللي هو بقى الكوزمتيك ديستيربنس اللي ممكن يعمل جينرال هايبربليجيا، ممكن يعمل كورسز اوف فيشال فيتشر، اكني وهير شوتيزم. قلت الإيزوسوكسمايد في مين؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة فقط. الدواء الأخير اللي هو اللاموتريجين، عايز عليه كلمة واحدة. اللاموتريجين ده من الأدوية برضو اللي ممكن يعمل لفيزو ريتيكولاريس أب تو ستيفن جونسون سندروم. أما تقروا حاجة عن أي دواء ومكتوب كلمة ستيفن جونسون سندروم، تعرفوا إن ده ممكن يبقى فيتال سكين رياكشن. كلمه ستيفن جونسون سندروم ده حاجه عنيفه جدا، بيبتدي يحصل الابيسينيوم بتاعت الجلد تتقطع وتقع، فده اسمه ستيفن جونسون سندروم. فدي من الحاجات الخطيره جدا مع اللاموتريجين. يبقى هو التيبل ده وزود معاه بس اللاموتريجين، هو مين؟ هو بيعمل اللي هو الفيتال سكين رياكشن. اخر حاجه بقى، انا جاي عيان عنده ابيليبسي وحد اعرف، تعالوا جاي نمشي خطوه خطوه معاه. نمره واحد، لازم الاول تعمل بروبر دايجنوزيس ولا ده في اي مرض. طب اشمعنى هنا؟ لانك انت لو جيت في عيان شخصت غلط، هفترض مثلا شخصته ان هو عنده مثلا اللي هو ابسنس، ورحت جاي مدي فينيتوين، قلنا الفينيتوين ما اتاخدش مع الابسنس، فانت مدي دواء غلط. او شخصته تونيك كلونيك ورحت جاي مدي ايسوسوكسمايد او كلونازيبام، ايه اللي هيحصل؟ العيان مش بس مش هيخف، ده الاتاك اللي بتحصل له هتزيد. يبقى نمره واحد، انت لازم تعمل بروبر دايجنوز، لانك لو عملت تشخيص غلط هتدي دواء غلط
والحالة هتسوء أكتر. نمرة اتنين. ها؟ لأنك أنت اشتغلتي على حتة هو الليجن في حتة في المخ. فأنت اشتغلتي على حتة تانية، أنت بوظتي حتة تانية. لكن الحتة دي ما جاتيش جنبها، فهيبتدي يحصل فيها إيه؟ زي نوع من الأكتيفيشن شوية. نمرة اتنين، أبدأ بمونو ولا دوايين؟ ليه مونو؟ أهو. كل الأدوية فيها ريسك أوف دراج انتراكشن، فهبدأ بمونو. أبدأ بدوز قد إيه؟ زي أي مرض في الدنيا، خد بالك مرض كرونيك. تبدأ بدوز إيه؟ صغيرة وتفضل تزود تزود. يعني ليه بتزود؟ عشان أوصل عشان أوصل للتريتمنت بتاعك. ما أنا ليا تارجت في العلاج. هفضل أزود أزود وأشوف العيان الريسبونس بتاع العيان. إذا وصلت لحاجة اسمها ماكسيمم توليريتد دوز اللي هي بعديها ما أقدرش إيه؟ أزود. ما أقدرش أزود. ها؟ غير. حضيف دواء تاني. التغيير ممكن يبقى قرار. التغيير او انك انت تضيف دواء تاني ده clinical decision. يعني بمعنى كتب التاج بتيجي كل يوم بقى بتيجي كل شهر لكن لسه بتيجي. فهنا توقف ولا تضيف ده clinical decision. المفروض يمشي فري قد ايه؟ وفي التاج. مينيمم سنتين. لو قعد سنتين فري اوف اتاك ابدا اعمل ايه؟ ده سي ان اس دراج. ها؟ جرادوال وذرول. ابدا اعمل جرادوال وذرول. طب وانت بتسحب هتسحب على مدار قد ايه؟ ممكن تسحب على مدار سنه على فكره. يعني الوقت طويل قوي في سحب الدواء. وانت بتسحب هفترض نسحب على سنه وبعد 10 شهور وانا لسه عمال اسحب دخل في اتاك. ازوده. عيد ايه؟ اي سنتين كمان. فهي معظم العيانين غالبا بيبقى بيمشي عليه فترات طويله من العلاج. وانت بتديه بقى تعالوا تخيل مع بعض دي واحده حامل. تعالوا كده فكروا معايا. جات لي واحده حامل وكانت ماشيه. قلنا مين الليست تراتوجينيك هو الكاربامازيب. جات لي واحده حامل وكانت ماشيه على الفالبروفين في الشهر وهي في الشهر الرابع. يعني هي كانت مش عارفه انها حامل. جايه لي وهي ماشيه بقى لها فتره على فالبروفين وجايه لي في الشهر الرابع او الخامس. احنا عارفين ان الفالبروفين هو الايه؟ هو ده اكثر واحد ممكن يعمل تراتوجينيس. اعمل ايه؟ هخليها ماشيه على فوليك اسيد وربنا. لا هخليها ماشيه عليه. هو خليها ماشيه عليه خلاص. ما توقفوش. ليه؟ اللي حصل حصل. لكن لو جات لك واحده طب قبل وهي مثلا تقول لك انا عايز افكر في الحمل. هنا بقى ممكن يبقى برضو في كلينيكال ديسيجن. يعني ايه؟ طب ما نستنى شويه وهنسحب الدواء بعد كده علشان احنا ممكن نعمل ويزدرول وبعدين يبقى الحمل يمشي بطريقه كويس. لو قالت لك لا ومش عارف ايه وعايزه اوكي. في الحاله دي هنا بقى قبل ما يحصل الحمل تبدا تعمل ايه؟ ها؟ حاول انك انت تريبليس وتدي لمين؟ هتدي اللي هو الليست تراتوجينيك. يعني بمعنى لما تيجي متاخره خلاص ما تغيرش الدواء. حد فيكم هيقول لي طب ما توقف العلاج. لا الفيتس ممكن خطوره الفيت لو كانت من النوع العنيف وهي حامل اخطر بكتير من خطوره الدواء اللي هتاخده. فما ينفعش الدواء يوقف. الحاجه المهمه وهي ام حامل وهي حامل بتيجي يحصل ايه في جسمها في الميه؟ صوت ووتر تنج. الميه بتزيد في جسمها صح كده. هيبتدي الديستريبيوشن بتاع الدواء ايه؟ ها يتوزع على ميه ايه؟ اطول. فالسيروم ليفل بتاعه احيانا بنحتاج ان احنا نزود الدوز مع واحدة حامل. طبعا لو واحدة حامل يفضل او في الاول خالص ان انت بتدي كمية كبيرة من الفوليك اسيد. فوليك اسيد ده اسينشال لاي حد عشان هو بياخد الانتي ابليبتيك دراجز. فده ممكن تديه مع قبل حتى ما تبدا الانتي ابليبتيك دراجز. لو هو كان فينيتوين هتمونيتور ايه؟ تمونيتور الدراج، تمونيتور الكالسيوم عشان ده ممكن يعمل اوستيوماليشيا. كل دي حاجات بتبقى مونيتور مع الفينيتوين. دي كده استراتيجي بسيطه في علاج الـ
إبيليبسي. في أي سؤال؟ لا الفوليك ده ماشي عليها من البداية خالص. أما اتفقنا لو جاتلك في الشهر الخامس يعني في الأول حاول لو عرفت تنقليها على كربامازيبين عرفت ده أقل حاجة لكن لو ما عرفتيش خلاص ما ممكن ما ينفعش كربامازيبين لو ينفع لا عادي يعني التريمورز دي مش طول الوقت بتبقى التريمورز ستيميولاتور التريمورز ممكن تبقى فيها جزء كده انك انت بتاثري على الريليس بتاع بعض الميديتورز ف بيعمل زي فاين تريمورز فاين ما تبقاش الكورس تريمورز تريمورز مش معناها كونفرشن هو الفالوبريت ليه افكت على المسلز على سكيلت المسل بيعمل دامج في المسل زي الجروبز بتاعه الفايبريتس والحاجات دي كان في ناس بيقولوا ما اعرف بيستخدموه يعني بيجي لهم روبدومايلايز ما هو دي ممكن انا بقول لك اجابتي الاول ما اعرفش ممكن بس دي بتبقى حالات بقى اللي هي حاجه اسمها اللي هي ريبورتد اي دي ار بس ريبورتد يعني ما بتبقاش الكومن يعني ممكن تحصل انا بقول لك احتمال ما اعرفش لكن ممكن تبقى ريبورتد لو عايز بقى كل دواء بيتقال ريبورتد ادفيرس افكت مش موجوده ما بنعرفهاش قوي بنعرفها من الليتريتشر لكن ما بتبقاش ريكوردد معاه وبنسبه عاليه طيب هو الستاتس ابيليبتيكس هو بي اكزاجريشن وزياده في عدد الاتاك اللي كانت عنده قبل كده ولا خلاص لا اتاك ما بتفصلش بتبقى ماي كلها رج ما هي دي اخطر حاجه بقى ولا ممكن يكون نايم على طول كده لا هي الستاتس عيبها كده من العيان على طول عمال يخش في الاتاك اللي كانت عنده ولا ايوه لو هو كان تونيك كرونيك مش احنا اتفقنا تونيك كرونيك دقيقه ونص وبعدين يفصل يوم بحاله لا ما بيفصلش طب لو هو اتاك خلصت تيجي اللي بعدها فدي اسمها ستيتس ولو ابسنس ما يخش لا ابسنس مش هيخش يعني انا بتكلم على الاخطر نوع والاكثر نوع بنشوفه هو ابسنس ده ممكن على فكره يجي في اليوم مثلا 70 80 مره بس هي كله ايه 3 4 ثواني ما بيقعدش طويل ها في اي سؤال؟ شكرا